اهلا بيكم مره تانيه. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن المعتقدات وازاي وامتى اتكونت عندنا وازاي بتاثر على كل حياتنا، وقلنا ان الافكار بتنقسم لاكتر من قسم، بتبدا بالافكار التلقائيه تحتها ومصدرها بتكون المعتقدات الراسخه، وبينهم بتكون القواعد والافتراضات، ده بالاضافه للاتجاهات واخطاء التفكير. لكن في سؤال مهم جدا سالناه الفيديو اللي فات، هل احنا بيكون عندنا وعي بالافكار دي؟ هل احنا بيكون عندنا وعي بالمعتقد الدفين اللي جوانا اللي من خلاله بنتصرف؟ الحقيقة يا صديقي ان في كتير من الاحيان الاجابة بتكون لا، يعني ممكن يكون عندي معتقد سلبي عن نفسي بيأثر على رؤيتي للعالم وبيأثر على مشاعري وحتى سلوكي وانا مش مدرك لده. ممكن جدا، بل ان في الغالب الامر بيكون كده. عشان كده اصلا احنا بنكون في حاجة لحد متخصص سيرابيست او لايف كوتش. المهمة الاساسية للشخص ده اصلا بتكون عمل كاتشنج للمعتقد السلبي اللي عندنا، وبعدين العمل على تغييره زي ما قلنا قبل كده من خلال الجزء المعرفي او من خلال الكلام، ثم بعد كده من خلال التجارب السلوكية اللي بنخلي الشخص ياخدها. وده بالمناسبة منهج العلاج في واحدة من اشهر المدارس العلاجية واحدثها واكثرها فاعلية، وهي مدرسة العلاج المعرفي السلوكي. لما بتعرض لموقف معين ويكون الموقف ده في رؤيتي موقف صعب، وليكن ان حد طلب مني ان اعلم زمايلي حاجة، لو شايف نفسي ضعيف هيكون عندي افتراض اني سيء جدا في المواقف دي، ما اقدرش اتكلم قدام الناس، تعرض للاحراج وهيتريقوا عليا، وانا عايز احافظ على تقديري النفسي وشكلي قدام الناس، فالقاعده عندي هتكون تجنب كل المواقف دي. طيب لو فجاه لقيت نفسي اتحطيت في موقف كده، هنا المخ بيبدا يفسر الموقف ده على انه موقف مهدد للحياه او موقف خطر، لانه شايف ان الموقف ده بيهدد تقديري النفسي وبيهدد تقدير الناس ليا، وده على فكره لا يقل اهميه ابدا عن تهديد الحياه. وبمجرد ما استشعر المخ انه في موقف خطر، بتبدا مجموعه من التغيرات الكيميائية تحصل في الدماغ، الدم يبدأ يتسحب من الفص الجبهي المسؤول عن التفكير المنطقي والذاكرة، ويبدأ يشتغل حاجة بنسميها الليمبيك سيستم، وده الجزء من الدماغ المسؤول عن مواجهة التهديدات، وده على فكرة هو ميكانيزم دفاعي مهم جدا في المواقف الخطيرة، لأن في المواقف الخطيرة لو لسه هفكر ممكن تكون حياتي انتهت خلاص. يعني على سبيل المثال لو شفت أسد، لو لسه هبدأ أفكر هعمل إيه غالبا هيكون الأسد كلني وانتهى الموضوع، لكن لازم يكون في رد فعل سريع جدا عشان ينقذ حياتي، وده بالظبط اللي بيحصل في المواقف اللي شبه كده. في 4 أساليب للمواجهة في المواقف اللي زي كده، إما المواجهة أو الهرب أو التثبت أو إن أنا أتودد وأرجو الشخص اللي قدامي. وكمان نتيجة للتغيرات اللي حصلت في الدماغ ببقى مش عارف أفكر، وببدأ أشعر بالخوف، وتبدأ مجموعة من الأحاسيس تظهر عليا زي التعرق وسرعة التنفس والارتجاف وزيادة ضربات القلب. ده نتيجة إن المخ أدرك الموقف على إنه موقف خطير، موقف خطر. كل ده بيحصل بسبب المعتقد أنا ضعيف أو أنا مرفوض، وده اللي بيحرك الفكرة التلقائية، وبعدها المشاعر، وبعد كده المشاعر بتحرك الأحاسيس. طيب هل أنا بكون واعي بكل اللي بيحصل ده؟ أحياناً ممكن أكون واعي بشكل جزئي بالفكرة التلقائية، ولكن في الغالب لا. ممكن أكون واعي بالفكرة التلقائية لكن مش واعي بالمعتقد اللي ورا الفكرة التلقائية، المعتقد المسبب للفكرة التلقائية. في المثال اللي فات ده أنا ممكن أرفض الطلب بشكل قاطع، لا أنا مش هقدر، بدون وعي. فكرة الرفض اللي هي الفكرة التلقائية هنا بتكون مسيطرة عليا، وممكن ما يكونش عندي المقدرة إن أعترف أمام نفسي إني ضعيف، وبالتالي أحاول أخبي الفكرة دي قدر المستطاع حتى قدام نفسي عشان ما أظهرش قدام نفسي إني ضعيف، لكنها غصب عني بتظهر في المواقف. لكن برضو عشان أحافظ على تقدير النفسي ممكن أحاول أخبيها أو أتجاهلها بشكل لا إرادي، وهنا أصلا بتكمن الخطورة الكبيرة جدا للمعتقدات الراسخة السلبية، إننا مش طول الوقت عندنا وعي بيها، بل إن تصحيح المعتقدات دي بيبدأ أصلا بالوعي بيها. مجرد اني افهم اني بيحصل لي ليه كده، او افهم انا ليه بفكر بالطريقة دي، انا ليه كل ما ينطلب مني حاجة كده برفضها رفض قطعي، ده في حد ذاته هيفرق معايا كتير جدا، لاني بعد كده هبدأ في ملاحظة تفكيري، وبالتالي هنقل الفكرة من الجزء اللاواعي في الدماغ الى الجزء الواعي من الدماغ. ده كان إجابة على سؤال مهم جدا، هل عندنا وعي بمعتقداتنا ولا لا؟ معادنا إن شاء الله الحلقة اللي جاية مع حاجة مهمة جدا بتفرق كتير في تفكيرنا، وهي أخطاء التفكير أو التشوهات المعرفية.